مساء الخير، شكرا جزيلا لدعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر الهام. عنونت هذه الورقة بقراءة في المشهد الثقافي في مدينة غزة، وذلك لأن ما سأحاول عرضه هو قراءة في المشهد وليس قراءة للمشهد الثقافي في غزة، لأن الوقت لا يكفي والدعائي هنا غير كامل. تقع مداخلتي في ثلاث محاور رئيسية، سأختصر جزء كبير منها لأنه كنت أعتقد أنه لدي وقت أطول. سأعرض في المحور الأول بعض عناصر تاريخية للمشهد الثقافي في قطاع غزة وتحديدا مدينة غزة. طبعا هناك إشكالية لديك على المجتمع التعامل دائما مع غزة كما لو كانت مدينة واحدة، أو كما تقدم خارج مدينة غزة كما لو كان كل قطاع غزة مدينة واحدة، وهذه إشكالية حقيقية يجب التخلص منها عما قريب. المحور الثاني سيعرض بعض التعبيرات الثقافية ورؤية الخصائص للمشهد الثقافي في قطاع غزة، وبشكل أكبر الفن التشكيلي اللي يتلائم مع الجلسة. وفي المحور الأخير سأهتم بالتغيرات التي طرأت على المشهد والتشوهات التي طرأت عليه. طبعا لن أذهب بعيدا في التاريخ للمشهد الثقافي في مدينة غزة، سأكتفي بإشارات بعيدة نسبيا. بداية التغيرات التي تحدث عنها سليم تماري صباحا، عن التغيرات التي طرأت في نهاية الفترة العثمانية بدا من 1909 تتشكل في مدينة غزة منتديات ثقافية، طبعا مجموعة من الأعيان، ويتم إنتاج في 1912 على سبيل المثال من مجموعة من الأفراد مثل شكري ترزي وعاصم بسيسو وفهم الحسيني اللي كانوا في ذلك الوقت أطفال أو يافعين بالأحرى، بيقدموا مسرحية لهاملت لشكسبير وتعرض في إحدى ساحات المدينة في حي الدرج. و يعني هذا أسس لأول لقاء بين قوسين بالأشكال الحداثية للتعبير في الفضاءات العامة في مدينة غزة في 1912. في الفترة البريطانية، الفترة الاستعمارية البريطانية، كانت تقام مجموعة من الفعاليات الثقافية مثل تظاهرة إحياء التراث سوق عكاظ العربي في ساحة كلية غزة للتباري بالشعر والمسابقات المناظرات الشعرية إلى آخره. ولاحقا بعدها تقريبا في بداية الثلاثينات نشأت جمعية للتمثيل. بالتوازي مع ذلك نشأ في مدينة غزة ما يسمى أو يمكن تسميته بصالونات أدبية، على سبيل المثال جده للدكتور دكتور حيدر عبد الشافي محي الدين كان في بيته ما يشبه الصالون، وكذلك مكتبة في مدينة غزة شهيرة توفى صاحبها من فترة صغيرة وهو خميس أبو شعبان، كان أيضا هذا المكان عبارة عن يعني مكان للقاء. العنصر الثاني اللي ممكن أشرحه عن المشهد الثقافي في مدينة غزة هو السينما. في الحقيقة مدينة غزة بعكس ما يعتقد في المخيال العام، مدينة غزة هي من أوائل المدن الفلسطينية التي تنشرت فيها دور السينما، فبعد مدن القدس ويافا وحيفا كانت غزة هي المدينة الرابعة التي بدأ انتشار فيها دور السينما. كانت المحاولة الأولى سنة 1927، استمر العقد لمدة 3 شهور في سينما اسمه أبو الهول، وجرت المحاولة أخرى سنة 39، ثم أنشأت أول دار سينما ثابتة سنة 1945. وبالتالي مدينة غزة من الأربعينات لديها بنى ثقافية مهمة، وإذا بنقارنها بمدن فلسطينية أخرى حتى الثمانينات تقريبا كان في قطاع غزة كان لدينا 10 دور سينما، 7 منهم في مدينة غزة، وهذا يفوق بكثير ما هو موجود في مدن فلسطينية أخرى تماما. عنصر آخر سأعرضه سريعا، الرقص. مدينة غزة تختلف عن مدن فلسطينية أخرى بعكس أيضا ما يخيل في المخيال العام الفلسطيني عن مدينة غزة. مدينة غزة كانت تنتج راقصات محترفات في الأعراس، وكان هناك ظاهرة استحضار الجناكي، والجناكي هي جمع لكلمية الجنكية وهي بمعنى آخر النورية، وهي مجموعات من الغجر
اللي وصلت إلى المنطقة في فترة المغول. وهذا هذا الشكل من الرقص استمر لفترات طويلة، سأعرج عليه بعد قليل. بالتوازي مع ذلك كان لدينا أشكال أخرى موجودة في مدن فلسطينية أخرى، مثل صندوق العجب وصندوق الفرجة وأشكال أخرى من التعبيرات الفنية. سريعا لأن الوقت بدركني، سأنتقل إلى يعني التغيرات الأساسية التي طرأت على مدينة غزة أو المشهد الثقافي في مدينة غزة في الفترة الناصرية. طبعا كما يعرف الجميع، الفترة الناصرية هي فترة انتعاش المشروع الاجتماعي القومي العربي ورؤى التحرر والتحدث، وقطاع غزة ولدت فيه في تلك الفترة مجموعة من النوادي، مثل نادي العودة اللي كان بديره الشاعر الراحل معين بسيسو بالتزامن مع هارون الرشيد، وكان كلاهما يقدم مجموعة من المسرحيات وبعض الأفلام. إحدى مثلا المحاولات الأولى للعمل الشهير لمعين بسيسو مسرحيا ثورة الزنج عرض في هذه المدينة. وطبعا في تلك الفترة بالتوازي مع نادي العودة كانت السينمات تعمل على استحضار مجموعة كبيرة من الفنانين العرب، على هامش مثلا استقبال قادة مثل أنديرا غاندي أو تشي جيفارا، وإضافة طبعا استقبال فنانين مصريين وكتاب مسرحيين في فضاءات مختلفة في المدينة، ليست كلها بالضرورة فضاءات فلسطينية. فهناك نادي تابع لوكالة الغوث ونادي الأمم المتحدة على شاطئ البحر، وبالتالي هناك، ولكن هذه بالضرورة ليس بالضرورة منشآت فلسطينية، ولكنها فضاءات تستخدم في هذه المدينة. العنصر بدأ أتوقف عنده مطولا في الحقيقة مرتبط بالفن التشكيلي. الفن التشكيلي، وهذا بيحتاج إلى قراءة سوسيولوجية في الحقيقة، الفن التشكيلي بإمكان القول أو الادعاء بأنه غزة هي الحاضنة الكبرى للأعمال التشكيلية الفلسطينية. هناك كم هائل من الفنانين التشكيليين الفلسطينيين، وهذا يشبه تقريبا إذا بنأخذ الفن السابع، إذا بنأخذ السينما، هناك تمركز للسينما في منطقة شمال فلسطين طبعا بحدودها الأصلية، بمعنى في منطقة الجليل، وهذا ينطبق على مدينة غزة يعني. وربما يحتاج هذا إلى فحص طبعا، لأنه مش متخصص في الجماليات، ولا أؤمن بأنه يعني المعاناة تنتج الفن، أؤمن بمبررات سوسيولوجية أخرى. فأعتقد أن ثمة مبررات لتصاعد الفن التشكيلي في غزة، إحداهما تطبيق المنهاج المصري الذي كان يسمح للأساتذة الفلسطينيين بتدريس الفن في المدارس، الفن التشكيلي، وكان هناك مراسم متواضعة طبعا في المدارس. ولدينا ظاهرة مثلا على سبيل المثال أنه في مدينة غزة هناك تمركز لفنانين تشكيليين في الحي الشجاعية. سأشرد عليكم مجموعة كبيرة من الأسماء سريعا: كامل المغني، فايز السرساوي، محمد جحا، فوز العمراني، تيسير البطنيجي، نبيل أبو غنيمة. هذه المجموعات جميعها تقطن في هذا الحي، وهذا برأيي، وهو ليس الحي الأكثر غناء في المدينة، وبرأيي هذا يعني يبرر مرة أخرى ما قلت، وهو آليات تناقل عابر الأجيال عبر مجموعة معينة، محاكاة إلى آخره. فهذا أعتقد يجب فحصه. نتيجة هذا الانتشار للفن التشكيلي بدأ هناك حضور للفن التشكيلي في مدينة غزة. لدينا مجموعة من المجسمات مثل ميدان الجندي المجهول، بعض الصالونات الداخلية في قصر الحاكم في مدينة غزة إلى آخره. واستمر هذا الوضع تقريبا للمحور الثالث، سأنتقل عليه سريعا، إلى فترة احتلال القطاع من قبل الاستعمار الإسرائيلي. بعد حرب 67 بدأ يصير هناك علاقة، إعادة اللحمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي نشأت في المناطق المختلفة أجسام تجمع الفلسطينيين مع فلسطين في قطاع غزة مع نظرائهم في الضفة الغربية. لعبت دور أساسي جامعة بيرزيت بنقل مجموعة كبيرة من التجارب الموجودة في الضفة الغربية عن طريق طلبتها اللي كانوا بشكله 25% من طلبة جامعة بيرزيت، ولعبوا دور أساسي في نقل هذه التصورات تقريبا لبداية السبعينات.
في حدث أساسي مؤسس في يعني سيغير المشهد تماما في قطاع غزة وفي المدينة تحديدا، هو ولادة المجمع الإسلامي والجمعية الإسلامية. ولادة المجمع الإسلامي اللي أنشأه الراحل الشيخ أحمد ياسين والجمعية الإسلامية، بدأت حملة بجهات تدعي البعض اليوم أنه هذه الحملة مش هم اللي نظموها، ولكن بدأت حملة تطال المشهد الثقافي في مدينة غزة. هذه الحملة طالت رموز الحريات العامة بالمدينة، تم تكسير عدد من مراكز مثل بنك الدم، جمعية الهلال الأحمر، وإضافة طبعا إلى حانات. وبعكس ما يعتقد الناس، مدينة غزة فيها حانات منذ 1923، وبالتالي تم تدمير مجموعة كبيرة من السينمات مثل سينما السامر والجلاء وسينما عامر وسينما النصر وسينما الشاطئ. بالتوازي مع ذلك تم الاعتداء على إقامة الأعراس ومنع الراقصات من الرقص، وجرى أسلمة المجتمع بالقوة ومنع المصطفين للنزول إلى الشط إلى آخره. ومع التوازي مع هذه الحملة نشأت لدينا، عكس ما فعلت بيرزيت مثلا في محيط مدينة رام الله، نشأ لدينا جامعة في مدينة غزة هي الجامعة الإسلامية، التي أتت بمنظومة مغايرة تماما، وهي منظومة تقوم على منع الاختلاط والاستخفاف بكل مكونات الثقافة الأساسية واقتصارها على شكل معين من الثقافة. وتم منع استخدام الأدوات الموسيقية والاستعاضة عنها بالطبول، والمسرح الأدائي بدلاً عن المسرح البلاغي بدلاً عن المسرح الأدائي. وطبعاً استمر هذا التقهقر في المشهد الثقافي الغزي إلى حين 1987، بداية ما يسمى إسرائيليا بالانتفاضة الأولى، بمعنى بداية تشكل شكل آخر من الاحتجاج. يعني انتكست الثقافة وتراجع. طبعا هذا المشهد لا يخص مدينة غزة، يعني انتكست الثقافة في مدينة غزة كما انتكست الثقافة في مناطق أخرى، بمعنى أصبح هناك ثقافة للفرح وأن الفرح لا يمكن أن يتم داخل المعاناة. وبدأ الاعتداء على كل مظاهر لها علاقة بالثقافة على اعتبار أن أثناء المحنة الثقافة لا حضور لها. وهذا طبعا تخيل يعني يعاد إنتاجه في مدن فلسطينية أخرى، وأعتقد أنه هذا يحتاج أيضا إلى دراسة بعيدا طبعا عن المقاربات الثقافوية. بعد السلطة سريعا شهدت مدينة غزة انفتاح نسبي للمشهد الثقافي بولادة معارض نظمت في مركز رشاد الشوى وجمعية الهلال الأحمر وجمعية الشبان المسيحية ومعارض فرنية. وظهر عندنا ظاهرة جديدة أخرى مرتبطة بإرث المدينة في حضور المجسمات في الفضاء العام. مدينة غزة ربما تكون المدينة الفلسطينية الوحيدة على حد علمي اللي لديها شعار البلدية على سبيل المثال مرتبط بالتنين فينيقي. هناك حضور لبعض النماذج القديمة من خلال أشكال إعادة تملك التاريخ القديم. يعني في مدينة غزة مثلا في الساحة الرئيسية هناك مجسم، يعني الفنانين الفلسطينيين بيعترضوا على أنه هذا مش عمل فني كامل، ولكنه هناك يعني مجسم بيمثل طائر الفينيق في ساحة فلسطين في الساحة الرئيسية في مدينة غزة. وطبعا حضور الفن التشكيلي في مدينة غزة يعني بيعاني من قضايا أخرى كما هو الفن التشكيلي في أماكن أخرى، بمعنى أن هناك ظهور للفنانين التشكيليين دوليا وهناك غياب للفنانين التشكيليين محليا. يعني الفنان الفلسطيني محمد جحا أو هاني زعرب أو إلى آخره معروفين في العالم ولكن غير معروفين محلين، وهذا اعتقد ينطبق على يعني على هو بين يعني علاقه الفن وفضائه الخاص. اخيرا بعد الاحداث الانقسام اداره الانقسام بين حركه الفتح وحماس، بدات حركه حماس مسلسل جديد من اسلمه المجتمع بالقوه، الاعتداء على كل ما هو بمثل رموز الثقافه الفلسطينيه. يعني على سبيل المثال هناك كم هائل من الشوارع اللي تم استبدالها
يعني بباعث إذا بدكم باعث الاستيطان في فلسطين السلطان عبد الحميد الثاني، أردوغان، الاستخفاف بغسان كنفاه بمحو درويش، توصيف الدبكة والدحية بالخلاعة، تضييق على الفنانين، ممارسة الرقابة على الأفلام، اعتقال مسرحيين وسينمائيين. هناك كم هائل من الممارسات التي تشبه ممارسات محاكم التفتيش التي كان يقومها فرانكو في الحرب الأهلية اللبنانية. نتيجة لذلك، خلاصة مداخلتي وسأتوقف بعد ثواني، نتيجة مداخلتي غزة تعيش مشهد مشابه لما عرضته رانيا بميكانيزمات أخرى. غزة تعيش حصار ثقافي، وهذا الحصار الثقافي بيشاركوا فيه عدة أطراف، بتشارك فيه المستعمر طبعا، وهذا غير يعني هذا مألوف ومفهوم، وبتشارك في آليات لها علاقة بالإقصاء. الإقصاء الثقافي في غزة تعاني منه مدن فلسطينية أخرى، بمعنى هناك تمركز للنشاطات الثقافية تحول هذه المدن إلى مدن جذب، ومدن أخرى تصبح مدن طرد. وهذا يحدث طبعا، غزة مقارنة بالمدن الفلسطينية الأخرى لا حضور للفن خارج مدينة غزة في قطاع غزة، وتماما يعني هناك تمركز للفعاليات الثقافية في مدينة رام الله على حساب مدن فلسطينية أخرى. وطبعا في تضييق من السلطة الحاكمة بغزة على الثقافة والإنتاج الثقافي. وهذا الموضوع ليس فقط، يعني ما أود أن أنهي فيه، هذا ليس مرتبط بفقط ممارسة قمعية للسلطة تمتلك القوة، لا، في بيئة خصبة ولدت عمرها 25 سنة لها علاقة بتغيير المناهج، لها علاقة بخلق جيل معادي لهذه الرموز. نعلم الأبناء اليوم بأنه الموسيقى حرام، وأنه الفن التشكيلي عبارة عن خزعبلات، وفقط الفن الهادف بمعنى رسم صور الشهداء هو الفن. يعني ما أقصده أنه هذه عبارة عن بيئة، هي بيئة يعني مضادة تماما لولادة مشهد فني بتجاوز هذه الأزمة. سأنهي بالثقافة في غزة إلى أين. الثقافة في غزة إلى أين؟ كما هو الحال في مدن عربية أخرى، هناك يعني هناك اشتباك في المشهد الثقافي في الفضاءات العامة حول ما هو المسموح وما هو المقبول، حول ما هو المشترك. وأعتقد إنه غزة ستعاني مطولا قبل يعني أن تستطيع استعادة أجزاء من المشهد الثقافي. شكرا جزيلا.